تفاجئنا اليوم هذا اليوم الاثنين باننا خصنا نحيدوا البيشان ديال المحلات ديالنا. حنا مع السلطه ومع القانون وبغينا الجماليه ديال المدينه ديالنا تكون مزيانه، انما هو بغينا شي حل اللي هو يكون في القريب، لاننا حنا متضررين، عندنا الناس كيجلسوا عندنا في المحل، خصنا شي حل اللي هو يكون يعجلوا لنا بهذا الشيء. حنا معاهم يعبروا معنا، نخلصوا الواجبات ديالنا، نديروا الرخص ديالنا كما هي. وبصراحه بان حنا راه ماشي ضد الفكره، حنا مع الفكره، حنا متفقين معهم من على راسنا وعلى عينينا، انما هو بغينا هادشي يكون في القريب العاجل. انا كنزول المهنه ديال المقشده، دار معنا دابا سعاده الخليفه وسعاده القائد باننا خصنا نمشيو للجامعه ونحطوا الطلب ديالنا عندهم، وباش نتمنوا والله ان شاء الله يعجلوا لنا بهذا الشيء، ما يخلوش معطلين، لان مصدرين، لان المصدر ديال العيش ديالنا هو هذا، ومخدمين معنا الناس ما كرهناش في القريب العاجل. انا دابا ساد المحل ديالي وهز معايا العائله ديالي والناس اللي خدامين معايا تاهم، وهز العائله ديالهم، وبصراحه حنا راه معاهم، راه ماشي ضدهم ولا شي حاجه، انما هو بغينا يعجلوا لنا بهذا الشيء هذا. حنا نتمنوا والله نمشيو عند الرئيس ديالنا ويتقبلوا معنا ويديروا معنا شي حل اللي هو اللي في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.